سنتحدث في هذه التعليمات عن تقسيم التوكنات Gold Split. قبل الشروع في عملية التقسيم في التطبيق Smart Wallet، تأكد من تثبيت آخر إصدار للتطبيق، بخلاف ذلك قم بتحديثه. كما نذكرك أن السمارت كوين عبارة عن عمولة في المعاملات المتعلقة بالألتيما، والقيام بجميع أنواع المعاملات بما فيها معاملة التقسيم لا بد من توافر على الأقل 5500 سمارت كوين في محفظة المستخدم. إذن هيا بنا لنبدأ التقسيم. بعد تحديث التطبيق، اسحب التوكينات Gold Split عبر الحساب الشخصي DFU بعد الاطلاع على التعليمات المناسبة في قناتنا. افتح المحفظة واختر Gold Split من قائمة التوكينات المتاحة. سيتم فتح نافذة بتفاصيل رصيد المستخدم وسجل المعاملات بالتفصيل، كما أنك ستلاحظ زر Splitting أيضا في هذه النافذة. انقر عليه وستفتح هذه النافذة لنضرب التفصيل في جميع العناصر الواردة على الشاشة. My Gold Split، كمية التوكينات Gold Split في رصيدكم. Total Supply Gold Split، إجمالي التوكينات Gold Split في البلوك تشين. بعدها تأتي Daily Reward، وهي كمية التوكينات ألتيما اليومية التي تتوزع على كل من يمتلك التوكينات Gold Split. Current Block، يعرض الكتلة الجارية في البلوك تشين. Final Block، وهو يعرض الكتلة الأخيرة خلال فترة التنصيف الجارية. My Estimated Reward هو حجم الكافأة التقديري لجميع السبلتات الصالحة لعملية التقسيم. انقر زر My Gold Splits بعد الانتقال إلى قسم Split Details لاكتشاف التوكنات الجاهزة لعملية التقسيم. في هذه الشاشة تظهر فقط التوكنات القابلة للتقسيم، أي أنك لا ترى التوكينات التي لا تشارك في عملية السبلت على هذه الشاشة، ويعرض العداد الوقت المتبقي لتصبح المكافأة جاهزة للاستلام. وعندما تكون التوكينات جاهزة للاستخدام فهي تكون خضراء. للرجوع إلى قسم سبلتينج، انقر على السهم في الجهة العلوية اليسرى. هناك يمكنك طلب مكافأة من التشين إذا وجدت أن التوكينات جولد سبلت جاهزة لذلك. لطلب المكافأة انقر على الزر Claim Reward. سيتم فتح نافذة لتأكيد التقسيم، وفيها ستلاحظ المعلومات الآتية: كمية التوكينات Gold Split الجاهزة للتقسيم، كمية الألتيما التي ستحصل عليها مقابل Gold Split واحد، Total Supply Splits إشعار حول العمولة في Smart والتي قد تصل إلى 10,000 Smart. إذا رصيدك أقل من ذلك فقد يتعذر البلوكتشين عن استيفاء شرط تحصيل المكافأة لعدم توافر الطاقة اللازمة للعقد، لذلك نوصي بشحن الرصيد بالسمارت أكثر قليلا من اللازمة. لا تنسى أن توكن سمارت يستعمل كعمولة، لذلك من الأفضل دائما أن يكون متوفرا لديك على الأقل 5500 سمارت دائما عندك في الرصيد. أكد طلب المكافأة بالنقر على زر كونفيرم، وتظهر بعد ذلك رسالة تفيد بذلك. في الختام نود أن نذكركم بأهم القواعد اللازمة لتعرفها خلال التعامل مع هذا المنتج. أي معاملة واردة بالGold Token Split تؤدي إلى إعادة تعيين عمر التوكنات المتاحة للطلب من الصفر مجددا حتى لو كانت جاهزة. إذا وردت لديك التوكنات بشكل مختلف ووقت مختلف ستكون جاهزة للمكافأة بوقت مختلف أيضا. إذا طلبت المكافأة للتوكنات التي لم تنتهي بعد، سوف تصفر عداداتها بالإضافة لتصفير عدادات التوكنات الجاهزة لتسلم المكافأة. كن حذرا. إذا وردت لديكم أي استفسارات أو أسئلة حول هذه العملية، عملية التقسيم في سمارت وولت، نحن نسعى لخدمتكم دائما، وهذه من دواعي سرورنا.